السلام عليكم، دعوني نشارككم طريقة إضافة البطاقة في تطبيق مدى. طبعا لازم نركز أول ما نفتح تطبيق مدى. أول ما نفتح طبعا هذا جديد ومحدث آخر إصدار. إذا فتحته كذا لازم تأخذ إيش اسمه، لازم تأخذ فكرة إنك تعطي الصلاحيات كلها كامل أول شيء، وبعدين تنتظر هذا تسجيل جهازك في خدمة مدى. بعض الناس يخرج من المكان هذا بدون ما تسجل الجهاز، إذا ما تسجل الجهاز بتحصل صعوبة في إضافة البطاقة. إذا تسجل الجهاز تقدر تضيفها طبيعي، إذا ما قدرت مثلا تعمل تسجيل لازم تحذف تطبيقات شو اسمه بيانات التطبيق، ولا تحذف التطبيق وتنزله من جديد وتنتظر لما يسجل، لأنه في بعض الأجهزة ما يتعرف عليها، لازم ننتظر لما يكتمل شو اسمه التعرف بعدين نعمل السماح. بعدين كمان تشاهدون هنا عندي وجه الكاميرا نحو البطاقة. طبعا المحاولات أحيانا الأولى ما تزبط، الثانية ما تزبط، الثالثة ما تزبط، أنا أحيانا أحاول 10 مرات لما تزبط. هنا عندي كمان شيرون استطيع ضغط البطاقة يا اما بالكاميرا يا اما بخاصية فيزياء يا اما اليدوي. هنا اعمل تخطي برضه، بعدين هنا اضف اول بطاقاتك البندية بمدى. هنا كمان شاهدون رقم البطاقة، ولا بختار بالكاميرا ولا بمج بالبطاقة مباشرة هنا كذا. هنا كمان شاهدون اول بفتح في الكاميرا، اعمل السماح بالوصول للكاميرا، السماح اثناء التطبيق. خلاص الآن ضفت البطاقة طبعا يا يدوي بالكاميرا، بعدين أعمل التالي. هنا عندي كما تشاهدون عندي البطاقة هذه رقمها. هنا إيش بكتب صلاحية الانتهاء، صلاحية الانتهاء الموجودة في البطاقة، بختار السنة من هنا واختار الشهر من هنا. بعد ما أعمل التاريخ أعمل التالي. هنا كما تشاهدون بيجي لي الاتفاقية، هذه الشروط والأحكام، أعمل موافق برضه. أنزل لآخر شيء هنا، بعدين أعمل موافقة. بعدين كما تشاهدون هنا عندي التحقق، اختار أحد الطرق التالية لاستلام الرمز. هنا بعمل استلام رسالة، بعدين أعمل التالي. بعدين تجيني رسالة هنا تحقق 6 أرقام برضو أضيفها هنا برسالة نصية طبعا تجي. هنا كما تشاهدون جتني مكالمة. هذا الاتصال من البنك الأهلي السعودي، لقد طلبت إضافة بطاقة الأهل المنتهية بالرقم 0319 إلى المحفظة الإلكترونية، للتأكيد اضغط 1، للإلغاء اضغط 2. عزيزي العميل، تم إرسال الرمز السري إلى جوالك، فضلا انتظر على الهاتف وأدخل الرمز السري مباشرة عند وصوله لإكمال تنفيذ العملية. شكرا لك، نتمنى لكم يوما سعيدا. هنا كما تشاهدون الرسالة وصلت 9-6-2-2-9-3. خلاص الآن البطاقة كذا اكتملت كل شيء. خلاص إذا أردت إضافة بطاقة ثانية أعمل هنا إضافة البطاقة الأخرى. هنا أعمل تم. خلاص الآن كما تشاهدون هذه البطاقة وهذه هي الإشعارات الموجودة هنا. تم تفعيل بطاقتك تنتهي من قبل البنك. خلاص طبعا الإضافة لما تضيفها ويجيك اتصال من البنك لازم تعمل له رد وتعمل له موافق. إذا ما عملت له موافق ما بيجيك الرسالة النصية وما بيعمل موافقة، لازم لما يكون الرقم موجود عندك يجيك اتصال مباشرة على نفس الرقم.